قبل توزيع جوائز الدرجس. انا سعيده بالجائزه واتمنى ان شاء الله انها تبقى، او انا سعيده بالجائزه كمان لان ده تصويت الجمهور. تمام، فدي حاجه اكيد جميله. هكون متواجده مع النجم تامر حسني وبدات التصوير. بالفعل هتفري بشخصيه. انتوا ايه رايكم؟ احنا طبعا حابين الفكره. طبعا هو جميل وفنان جميل، واتمنى ان شاء الله نعمل حاجه حلوه. والفيلم من اخراجه، الفيلم اسفل، الفيلم من تاليفه والسيناريو بتاعه من اخراج ساره وفيق. تامر طلع مش هو، انت طلع مش انت كمان ولا الحكايه؟ احنا كلنا مش احنا سعيد. هلا.